حلقة جديدة من بي بي سي إكسترا. أهلا بكم، أنا محمود الشيخ وأنا هند أكرم. في حلقتنا لهذا الأسبوع، للعام الثالث على التوالي 100 امرأة ملهمة من بي بي سي إلى العالم. عبر فراشة الحرير ترفرف فوق متناقضين الجريمة والشرف، وانحناءات أكثر في خطوط الموضة العالمية. وإيقاعاتنا لهذه الحلقة من تشيلي. أهلا بكم مشاهدينا. هذا الأسبوع احتفت بي بي سي بموسم 100 امرأة. 100 امرأة هي قائمة بأسماء نساء من جميع أنحاء العالم قدمن شيئا مميزا لمجتمعاتهن وتحدين صعابا وضغوطا لأجل ذلك. ولكل عام شعار أو فكرة ملهمة لباقي النساء حول العالم ليحدثن بدورهن تغييرا في محيطهن. تناقل الخبرة مثلا بين الأجيال ومفهوم المرأة الجيدة من ضمن شعارات هذا العام. هذه الأفكار تناقش من خلال إلقاء الضوء على عمل هؤلاء النساء الموجودات على القائمة، ومنها تنطلق بي بي سي بحثا عن المزيد من الصور المشرقة والإيجابية التي يمكن أن تغير السلبي في المجتمع. نعرف أكثر من هذا التقرير. 100 امرأة، نصف العالم يتكلم. ماذا تقول نساء فوق 80 لبنات اليوم؟ وكيف ينقلن تجاربهن والدروس المستفادة من حياتهن للشابات؟ ومن هي الفتاة الجيدة أو المثالية؟ كيف ترى المرأة نفسها وكيف يريد أن يراها الآخرون؟ الحضور العربي للنساء على قائمة عام 2015 ملحوظ ومكثف. 14 امرأة عربية بين 100 المختارات من مجالات مختلفة تماماً، وأيضاً ينتمين لمراحل عمرية متباينة. نساء مررن بظروف غير عادية وصمدن وحققن نجاحاً رغم كل الضغوط المحيطة بهن. نماذج أو أمثلة ربما لعدد أكبر من النساء لم تشملهن القائمة، كسلمى. أول امرأة سودانية تدرب فريقاً لكرة قدم الرجال في بلدها وبنجاح ملحوظ. لما قناعتي يمكن كانت تامة بالمجال اللي أنا دخلت، يمكن قبل أخش الحسابات كانت كثيرة بيني وبين نفسي ومع أسرتي وكذا. يعني الصعوبات الوحيدة اللي هي بس كانت بتكون الانتقادات من الشارع العام، لأنه إحنا يعني كمجتمع سوداني وكمجتمع شرقي له عادات وله تقاليد وله حاجات كثيرة بتكون يعني ممنوعة خصوصاً تجاه المرأة. التحدي ونظرة المجتمع ليست عائقاً في كل الأحوال، والمرأة التي تحظى بالدعم قد تكون قادرة على الإنجاز أكثر من غيرها. في الحقيقة المواطنون ينظرون إلينا نظرة احترام، ومنذ تعييني ألاحظ احترامهم للقانون. كما نعلم فإن شرطي المرور يقوم على خدمة الناس وعليهم مراعاة ذلك أكثر، ولا توجد مشاكل بيننا وبين السائقين. مهنة الشرطي ليست حكراً على الرجال فقط، وأشجع النساء على الالتحاق والتوظيف في هذه المهنة. ولكن كم امرأة تلقى التشجيع ذاته في المجتمع العربي؟ وما المطلوب منها بالضبط؟ للأسف نحن عنا بالعالم العربي للامرأة أو للرجل الصمت هو أمر يحصل على التقدير والإعجاب أكثر بكثير من الحكي، وبالتالي الامرأة عطول مطلوب منها أنه تكون مضحية. كمان هيدي صورة التضحية اللي هي مرتبطة فيها ويلي هي بتخنقها هيدي الصورة، أنه ليش بدها تضحي وبشو بدها تضحي وليش سعادتها بدها تتطلب عطول أنه تضحي، ليش نحنا ما بتكون السعادة بالنسبة لنا أمر مكتسب. فبالتالي هيدي مش مثالية، هيدي صورة مفروضة علينا. هل تستفيد المجتمعات العربية من دروس الحياة؟
وماذا تتمنى امرأة عربية فوق الثمانين لنساء الأجيال اللاحقة؟ نفسي إن الشباب يعيشوا حياة أفضل، يعيش حياة أكثر مش سعادة، لأن أنا رغم كل اللي جالي كنت سعيدة برضه، أكثر يعني إبداعاً وإنتاجاً وحرية وعدالة أكثر من اللي إحنا عشناه. من بين الأصغر سناً على قائمة 100 امرأة هذا العام مزن، التي لقبت بملالة السورية. تساعد مزن الفتيات في مخيمها على مواصلة تعليمهن، وتقود حملة ضد الزواج المبكر. أنا ويا يوم أصادف أي حدا مثلاً سواء أم أو أب أو بنت هي راغبة بالزواج، أنا أحكي لهم عن الزواج المبكر. وكمان بالمدرسة مثلاً بنت هي بدها تترك المدرسة، إذا هي الطفل فما هي قادرة على تربية الطفل. أما روتانا فصوت نسائي سعودي أخذ على عاتقه محاولة التغيير والتأثير بالغناء. أهم شيء عندي والشيء اللي يلهمني كفنانة إنه كل امرأة مهما كانت، يعني مهما كان بلدها، إنه هي يكون عندها القرار إنها تقرر مصيرها. خوفي الوحيد هو إنه يجي اليوم إنه أنا أخلي أي أحد أو أي بلد أو أي قرار يغصبني إنه أنا أفكر في طريقة معينة، أو يغصبني إنه أنا أتعامل في طريقة معينة. هذا الخوف الوحيد. لبي بي سي إكسترا، هند أكرم. تنضم إلينا من القاهرة الكاتبة المصرية والناشطة في مجال حقوق المرأة دكتورة نوال السعداوي، وهي من بين 100 امرأة على قائمة بي بي سي هذا العام. أهلا بك دكتورة نوال. أسألك، يعني ما قيمة هذه القائمة في رأيك للنساء في حياتهن اليومية؟ هل تلهمهن؟ طبعا القائمة واختيار 100 امرأة مميزة ده تدعيم للمرأة اللي بنت نفسها وبنت مجتمعها طبعا. هل تفيد يعني حياة استثنائية لشخص واحد حيوات أخرى ربما عادية؟ يعني كيف يستفيد؟ طبيعي، لا. كثير، لأن احنا دايما بنتطلع إلى مثل. يعني أنا كنت بتطلع لجدتي، لأمي، لكاتبة، لعالمة كبيرة، فدائما أي إنسان امرأة أو رجل يتطلع إلى مثل يبص له، يديله أمل، يديله شجاعة، يديله قوة على التحدي والاستمرار. طبيعي. دكتورة نوال، مررت بكثير من التجارب والتحديات في حياتك، حتى يعني بلغت شهرة واسعة في مجال تحديك لكثير من المسلمات في مجتمعك ربما. ما هي أبرز هذه التحديات التي مررت بها؟ أبرز التحديات النظرة للمرأة، إن كأن المرأة ناقصة عقل، المرأة ينقصها العقل، وده فكر فلسفي ديني منذ آلاف السنين، منذ حواء الآثمة وتأثيم المعرفة، وإن حواء دي هي اللي جابت المعرفة الكارثة للبشرية وأخرجت آدم من الجنة. فدي النظرة اللي بنقاومها، ده أكبر تحدي. أنا دوري كان هو عمل ثورة في الفكر، ثورة في العقل، تغيير العقل منذ آلاف السنين لتغيير النظرة للمرأة، أن المرأة إنسان كامل له رأس، له عقل. رأس المرأة ليس عار حتى يحجب ويخفى، رأس المرأة شرف. فكان كل شغلي هو إلى تغيير نظرة المرأة، وإنها تحترم نفسها، تثق بنفسها، وتفكر بطريقة مختلفة. وجدت ثمار هذا، يعني الصراع الطويل وهذه القوة على المحاربة أو القدرة على المحاربة، وجدتيها في الأجيال الحاضرة؟ تشاهدين الثمار طبعاً اليوم؟
طبعا أنا في مصر الآن ظاهرة جديدة، شباب من سن 20 إلى 40 سنة عملوا حاجة جديدة اسمها ملتقى نوال السعداوي، وكل شهر يلخصوا كتاب من كتبي ويندهولي نناقش الكتب، ويعني أنا عندي 56 كتاب فالشباب بيناقشوها ويتكلموا عنها، فدي ثورة فكرية. فطبعا أي امرأة بتعمل عمل عام فكري عام أو اجتماعي بيبقى لها تأثير على الآلاف والملايين. نعم. طيب الآن هذا التأثير الذي ذكرتي هو ربما بدأ في شكل شباب هذا العصر، ربما بتشكيل ملتقى فكري كما تقولين، لكن ماذا عن البقية؟ يعني ربما هؤلاء أقلية ضمن المجموعة، هل تعتقدين أن تأثيرك يمكن امتد إلى شريحة أكبر أو أوسع من هؤلاء، خاصة أن مصر الآن تشهد يعني نزعات يعني فكرية مختلفة ومتضاربة؟ طبعا يعني انتشار فكر المرأة أو فكري أنا ككاتبة، أنا أصلا كاتبة روائية وباحثة أيضا، بيتوقف كمان على الإعلام، على الإعلام، لأن من الذي يقدم فكر نوال السعداوي إلى الجماهير؟ وهل يساعدك الملايين؟ الإعلام في هذا؟ مين؟ هل يساعدك الإعلام؟ الإعلام، ما هو عندنا نوعين من الإعلام، في إعلام الحكومة، وده كان ضدي من أيام السادات ومبارك، فكان بيمنعوني، أنا كنت مصادرة وممنوعة من الإعلام الحكومي حتى ثورة 2011، وبعدين خرجت إلى الإعلام مؤخرا، وفي إعلام رجال الأعمال اللي معاهم فلوس والبورصة والسوق الحرة، ده لا يقبلني لأننا ضد الاستغلال. فإذا أنا ما عنديش، يعني دلوقتي الشباب عملوا إعلامهم، يعني إحنا نشكر الفيسبوك والتويتر وتكنولوجيا التواصل الاجتماعي إنه وصل نوال السعداوي إلى الجماهير، هو ده، وإلى الشباب أيضا. شكرا دكتورة نوال السعداوي، الكاتبة المصرية والناشطة في مجال حقوق المرأة، شكرا على انضمامك إلينا في بي بي سي أكسترا. من بين نجمات هوليوود اختيرت الممثلة هيلاري سوانك على قائمة 100 امرأة لهذا العام، ولكن هناك نجمة أخرى تحدثت عن حق المرأة في هوليوود في مساواتها مع الرجل في الأجور مثلا، باتريشيا أركيد فعلا أحدثت تغييرا بحديثها عن هذا الأمر بعد تسريبات رسائل إلكترونية كشفت هوة كبيرة بين أجور الممثلين والممثلات. صحيح، وبعد حملة شاركت فيها أركيد أقرت ولاية كاليفورنيا قانونا بخصوص المساواة في الأجور يدخل حيز التنفيذ في الشهر الأول من العام المقبل. نعم، لنتعرف على رأي باتريشيا أركيد في مقابلة أجرها سام عاصي مراسل بي بي سي إكسترا في هوليوود. So we happened to get all this data out of that that had to do with pay inequality. But it wasn't only about actresses. It actually also revealed that other departments, there was great wage disparity, editors and sound mixers and all kinds of different things where females were paid less than men. And I've talked to many agents, managers, lawyers in the business, and they all say, well, we always know they don't pay girls what they pay boys. Well, we always know that they're not going to budget as much for a female part as a male part. After my speech, I went somewhere and a sound mixer ran up to me and hugged me so hard. And she said, oh my God, my boss called me in and gave me a raise the next day. I'd been making so much less than my male coworkers for so long. Now, if women take action, the company has to prove that they were not discriminating against them, meaning they have to say to the woman, no, we paid you less because you don't have a diploma, or you sell less of this product, or you've worked for us for a shorter time. They have to show a tangible reason why they can pay this woman less than her white male counterpart.
in the same job. So that's a drastic difference. What's exciting about it is already companies are contacting lawyers because it goes into effect in January. And they're saying, we didn't mean to have discriminatory practices, but we do realize now that we were paying this female manager $20,000 less than this male manager at this other location. يبدو أن حتى في هوليوود هناك عدم مساواة أو هناك مشاكل تعاني منها المرأة. صحيح، ولكن ماذا عن أحوال المرأة العربية؟ معنا في الاستوديو الآن الصحفية الأردنية رنيم حنوش. مرحبا بك يا رنيم. أهلا بك يا رنيم. ومعنا أيضا من القاهرة الصحفية المستقلة والطالبة بكلية الألسن كريمة حسين. أهلا بك يا كريمة. أهلا كريمة. زيك. أهلا بك. أهلا بك. نبدأ مع رنيم. رنيم، يعني أنت الآن تعيشين في لندن و كنت من قبل في الأردن، ما الذي لمسته من فروقات بين الحياة في لندن والحياة في الأردن على صعيد المرأة؟ على صعيد المرأة أنا طبعا يعني أتيت للمملكة المتحدة عشان أكمل دراستي الجامعية، وأعتقد أني كنت من الفتيات المحظوظات في الأردن اللي أتوا من عيلة بتشجعهم يتابعوا شغفهم المهني والدراسة العليا، واختاروا يرسلوني لبريطانيا عشان سبب معين اللي هو الاستقلالية، لأنه أعتقد لسه في المجتمعات العربية مهما كان البيئة الحاضنة في البيت بتشجع البنت أنه تعمل اللي بدها إياه، المجتمع بضل يفرض عليها قيود، إمتى طلعتي إمتى رجعتي، البنت المنيحة ما بتتأخر، البنت المنيحة ما بتسافر عشان شغلها، وأعتقد هذا هو التحديات اللي بيواجهها. يعني أنا صديق شخصي لم تلمس ذلك الفرق الكبير باعتبارك منحدرة من أسرة أيضا أصلا كانت تعيش يعني نوع من التفاهم. أكيد، وهذا لأني محظوظة، في فتيات أخريات غير محظوظات من هذه الناحية، فهاي يعني عقبة كبيرة إذا البنت عندها طموح مهنية، فهاي المشكلة عندنا في المجتمعات. طيب لنرى الأحوال في القاهرة. كريمة، ما هي أكبر التحديات التي تواجهينها يعني كامرأة شابة طالبة وتعمل في المجتمع المصري؟ هي تحديات كتيرة قوي، وفي حاجة مشتركة هي كانت لسه رنين قايلاها، وهي قيود المجتمع، زي إن البنت المحترمة ما ترجعش متأخر، فأنا بحكم شغلي برجع متأخر، فأكيد أنا مش بعمل حاجة غلط لما بشتغل واعتمد على نفسي. من ضمن التحديات برضو الأهل، خصوصا لو كانوا اللي هي الصوت الأبوية اللي متمثلة في الأب والأخ، عادات وتقاليد المجتمع، الاعتداءات اللي بنتعرض عليها، يعني بنتعرض بتحصل لنا واحنا في الشارع، زي الاعتداءات الجنسية، حاجات كتير جدا، وعادات وتقاليد المجتمع بقى، ونظرة المجتمع ليكي، نظرة السواق بتاع الميكروباص وانتي راجع بالليل متأخر، كل الحاجات دي تحديات بنحاول نعديها أو نحاول نتخطاها يعني ونواجهها. طيب، يعني شايفة انه المرأة ليها دور في القيود دي والتحديات دي، ولا هي نظرة الرجل بس؟ طبعا لا، المرأة لازم تتحدى كل القيود دي، ولازم تطالب بحقوقها، لأنها أصلا زيها زي الراجل، يعني ما فيش فرق ما بينهم، هو فرق نوعي، فهي المفروض تطالب بحقوقها وتعمل اللي هي عايزاه مادام هي مقتنعة بيه. رنيم، يعني نفس السؤال بصياغة أخرى، هناك من يقول إن المرأة هي التي تقيد نفسها في الواقع، يعني بغض النظر عن وجود المجتمع، كما ذكرت عائلتك مثلا منفتحة متقبلة إلى ما هنالك. نعم. هل صحيح أن المرأة هي التي تقيد نفسها في مجتمعاتها؟ أكيد دور المرأة من هاي الناحية كتير كبير، من ناحية أنه البنت ممكن تحكم على البنت اللي عندها طموح مثلا، أو بدها تتحدى هاي الصورة النمطية تاعت ما هي المرأة المثالية في المجتمع. فعادة أكبر عدو للنساء هم النساء، ممكن يحكوا عن بعض، يحكموا على بعض، وما يسمحوا لبعض يتطوروا. هلا في حدا طموحه يكون ممكن ست بيت، وهذا احنا بنتقبله طبعا، ولكن ست البيت مش لازم تحكم على الامرأة العاملة مثلا، لانه التنتين عندهم دور فعال في المجتمع. فدائما اسوأ شيء لما احنا انه
نحكي إنه ممكن الرجل ممكن يقيد المرأة، بس برضو الإمرأة ممكن تحكم أو تقيد إمرأة تانية، وهاي مشكلة عنا في المجتمع العربي. شكرا لك رنين. أهلا وشكرا أيضا لانضمامك إلينا كريمة حسين من القاهرة. كنا سألناكم على صفحتنا على فيسبوك عن النساء المميزات في مجتمعاتكم، ومن بين التعليقات التي جاءتنا تعليق زهير وثاب في المغرب، يقول في المغرب هناك الكثير من النساء المؤثرات، ويمكن أن أذكر اثنين منهن وهما نوال المتوكل التي كانت أول امرأة عربية تفوز بميدالية أولمبية ذهبية، وربما المثال الآخر ليس لدينا في التعليق الآن. صفاء طه تقول السيدة سهام جرجيس ناشطة في حقوق الإنسان وتساعد الفقراء والمهجرين في العراق، وهي مثال عال في الإنسانية. يمكنكم دائما أن تتابعونا على فيسبوك وتويتر على العنوانين الظاهرين أسفل الشاشة. إكسترا مستمر معكم وفيه بعد قليل. جرائم الشرف في أوبرا فراشة الحرير في لندن. طوني ربيان أنا وياك فرد حي فرد منطقة فرد زاروب بيتي وبيته الباب على الباب أكل شارب نايم عنده ونايم عنده. ما في مثله من الشاشة اللبنانية إلى مسارح لندن. كثير من أجواء الدراما والموسيقى هذا الأسبوع. نعم. لكنها تعكس الكثير من واقع الحياة يعني. صحيح، لما لا نتابع بعض ما فاتنا من أخبار هذا الأسبوع يا محمود؟ في هذه الأثناء مع منال جوهر. أهلا بكم، اليوم الحلقة نسوية بامتياز، لذلك أحببت أن أركز على مواضيع خاصة بالرجل لإحداث نوع من التوازن، كي لا يقال أننا متحيزون للنساء فقط. بداية عزيزي الرجل، هل تعتقد أنك مستعد لتصبح أبا؟ أعتقد أن هذه الصور التي أرسلها أباء وأمهات لصفحة دكتور أسكي على فيسبوك ستجعل بعض الرجال يحجمون عن الإنجاب. كما ترون هذا الأب يخفو في سرير طفله الصغير فيما رجلاه تدد الليان فوق الحافة وطفله يمسك بيده، وها هو آخر جعل رأسه مخدة لطفله فيما غفى هذا الأب في المطعم وهو يتناول الطعام، ربما لأن طفله لم يسمح له بالنوم في الليلة السابقة أو يحاول اغتنام فرصة نوم الطفل ليرتاح، بينما هذا الأب خصص يومه للعب مع ابنته والادعاء بأنهما مدعوان لحفلة عشاء رغم أن حجمه لا يسمح بالجلوس إلى طاولتها الصغيرة. هذه الصور تمت مشاركتها على الإنترنت أكثر من 300,000 مرة، وهي تلقي الضوء على الجانب المتعب والمضحك في حياة كل أم وأب. الموضوع التالي أيضا متعلق بالرجل، وهذه المرة بالموضة. مناسبات رأس السنة وعيد الميلاد ترتبط عادة بالكثير من المظاهر الاحتفالية الغريبة. أحدث مظاهر الاحتفالات هذه السنة هي اللحية المزينة بالجليتر أو المادة البراقة، فقد انتشرت على موقع إنستغرام الكثير من الصور لرجال بلحى مزينة بالجليتر مرفقة مع هاشتاغ جليتر بيرد. كما ترون الجليتر الذهبي هنا يلمع بقوة، بينما الجليتر الملون يضفي نفحة من المرح على الإطلالة. هذه الخطوة واجهت الكثير من الانتقادات وأيضا التعليقات المؤيدة على اعتبار أنها خروج عن المألوف، يعني احتفالات رأس السنة ستكون مميزة هذا العام. الآن إذا اخترتم تزيين اللحية بالجليتر أو لا، يبدو أن هناك صعوبات مرتبطة باللحى، وقد عددت صحيفة بريطانية بعض هذه الصعوبات، من بينها بعض الرجال أعربوا عن انزعاجهم من التصاق الطعام بشعر اللحية خاصة في المناسبات الرسمية، فيما اعترف البعض بتضايقهم من غزو الشعيرات البيضاء والرمادية للحاهم. تعبير جديد اكتشفته هو ليجو بيرد، هذا التعبير يستخدم للتعبير عن اللحى المرسومة بشكل دقيق بحيث تبدو وكأنها غير حقيقية، وعلى ما يبدو فإن بعض الرجال لا يحبونها. يعني سواء حلقت ذقنك أم أطلت لحيتك أم زينتها بالجليتر فإن العملية ليست سهلة عزيزي الرجل. الموضوع الأخير الذي اخترته لكم هو موضوع ملهم، عندما نصاب بجرح بسيط أو بصداع نميل أحيانا إلى التأفف والشكوى،
لكن الصور التالية تظهر أشخاصاً غير اعتياديين تغلبوا على ظروفهم الصعبة ولم يستسلموا لها. هنا نيك سكوت أصيب بالشلل النصفي في التسعينيات من القرن الماضي، ولكنه لم يستسلم وأصبح بطلاً في كمال الأجسام على الكرسي المتحرك. ريمون كان يشرب ويدخن كثيراً حتى عمر 70، مؤخراً التحق بناد رياضي وكما ترون النتيجة مذهلة. مارك جرين هنا هو جندي سابق في الجيش البريطاني، فقد رجله في أحد التدريبات العسكرية ومع ذلك فاز بمباراة كمال الأجسام للرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة. لا أدري عنكم مشاهدينا، لكن هذه القصص حفزتني للتوجه إلى النادي الرياضي بعد الحلقة. هذا كل ما لدينا في فقرة في هذه الأثناء هذا الأسبوع. إليكما هند ومحمود. شكرا منال. شكرا منال، وربنا يوفقك في الجيم. عمليا تموت الفراشة الحرير المتشكلة من دودة القز بعد أن تضع بيوضها مباشرة. هذا الكائن الضعيف كان ملهما للمؤلفة الموسيقية اللبنانية بشرى الترك لعمل أوبرا من غناء إناس مصالحة. هذا العمل يعرض مشاكل اجتماعية لا تزال تواجه المرأة العربية حتى اليوم، وأبرزها ما يسمى جرائم الشرف. أوبرا سيلك موث أو فراشة الحرير، في هذا التقرير من إعداد توني توق. طبعا أنا بحس إنه اليوم أعطينا صوت لهؤلاء النساء، أعطينا صوت أيضا للنساء اليوم في كل العالم العربي، ومش بس بالعالم العربي، كمان هنا في لندن وفي أوروبا، اللي بيعيشوا تحت ظلم وتحت قهر. فسيلك موث أو فراشة الحرير أوبرات من تأليف بشرى الترك وأداء إناس مصالحة، تنقل عبر المسرح حادثة جريمة شرف وتنطلق منها لمشاكل اجتماعية عدة لا تزال تعاني منها المرأة العربية في العالم أجمع. احنا حكينا طرحنا أيضا في هذه الأوبرا مواضيع جدا جريئة، زي موضوع الختان اللي هو في عصرنا اليوم 2015 ممنوع يكون في بعد أطفال وطفلات بتمر بهذا الظلم. I cried to see وقد ترافقت أوبرات فراشة الحرير التي عرضت ضمن مهرجان نور للفنون العربية في لندن مع محاضرة تحليلية بمشاركة اختصاصيين عرب وبريطانيين حول جرائم الشرف. In the UK and obviously elsewhere in the world. الحل إنه هؤلاء الناس يجب أن يندمجوا بالمجتمع ويشعروا بقيمتهم داخل المجتمع الأوسع، يتفاعلوا مع ناس من جنسيات أخرى، من ثقافات أخرى، وبهاي الطريقة بيقدروا يحسوا بقيمتهم ويتراجعوا عن بعض المفاهيم التقليدية. Judge said this is the culture needs to be changed, not women to be killed for culture. وتبقى الإشارة إلى أن موسيقى أوبرات فراشة الحرير شرقية غربية بين الناي والتشيلو والكمان، وتضمن العرض جرافيكس حول فراشة الحرير أو دودة القز التي تصور حالة ضحية جريمة الشرف بين ولادتها وموتها. كفى لهذه الجرائم، ونحن إذا ما قدرنا نقولها عن طريق الحديث بنقولها عن طريق الصرخات وعن طريق الأوبرا اليوم وعن طريق الغناء اللي عملنا. ليست الدراما وحدها فقط في مسارح لندن يا هند، هناك أيضا الكوميديا. مستر لغات، مجدي وجدي، ألفونس، عمو جابي، شخصيات كوميدية تجاوزت شهرتها لبنان إلى معظم البلدان العربية. صحيح، الإطار الجامع لهذه الشخصيات المهضومة هو البرنامج التلفزيوني ما في مثله. العرض الكوميدي الساخر اللي ما في مثله انتقل من شاشة التلفزيون اللبناني ليحل ضيفا على خشبة المسرح في لندن في 28 من تشرين الثاني نوفمبر. عباس سرور حضر العرض المسرحي ونقل لنا بعضا من اللقاءات مع أبطاله.
طيب موظفة؟ انسى موظفة. قلت له لخيي انت ما خصك ما بسالك سكتي احسن ما قطعتك على جوزتك. ما كنا نعمل شخصيات سياسيه وسكتشات سياسيه، بعدنا عن هذا الموضوع لانه الناس ملت من السياسه، صار بدها شيء كوميدي، شيء يضحكها، شيء يفرحها بغض النظر وهروبا من الوضع السياسي اللي عايشينه كل يوم وكل ساعه وكل تكه. مرمى ما خصك هيدي حاجه، انا ما خصك هيدا حديث رجالي. لمين هيدا؟ إلي. لا إلي. لا إلي. شمو؟ شمو؟ إيه شمو؟ لمين؟ وعشو؟ نيته وحاطه بالشنطة وإخده. أنا شفته مسطول فكرتك ما بدك كيرسة. الله لا يعطيك عافية، لهذا ما بدي إياه، لأن هذا بيمسه ليهتري، وبس يهتري بمسح فيه الإزاز. هي مواضيع اجتماعية. منحورها شوي، منزخرفها مثل ما بيقولوا نتفه، بطابع كوميدي، منوصلها للناس نفس الاشياء اللي هني عم بيعيشوها بس بإطار كوميدي لحتى نضوي شوي على القصص أكتر اللي عم بتصير بحياتنا. أول عمرك أكتر لك تبوسك حية، عم تبوسه بكتفه تبوسك حية. هيدا كبيرنا، هيدا أحلى ببابا. زاد ما بدي اقول، انا بيجي بلا ما بدي اقول، ايش بدي اقول لو سهله فيك على يا بابي حبيبي. ولو يا بابي بيت بيتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. خلص قلتها مره بزياده، ما ببلاش الاهلا وسهلا. هو اذا ببلاش، ما كل ما تحكي كثير بتصرف طاقه مصير بدك تاكل. يا ماما هاي شو هاي هون الشنطه؟ يا الله يا بابي شو مسكر معك الساعه مروقه؟ هاي لالي بابي. ليلى وين رايي؟ صهري بعدنا يشتغل بالخليج. خليج؟ كلين بعد هالقد ما عندهم ولاد يشتغلوا عند العالم نفخوا. برنامج شعبي وقريب من العالم كثير، من مشاكلها وهمومها. يعني هن العالم بهالايام خاصه بلبنان يعني عندهم مواضيع كثير عم بيعانوا منها، فلما يجي حدا هيك يساعدهم يعبروا عن رأيهم بحسوا حالهم كأنه هن عم يحكوا، هيدا الشيء بخليهم يرتاحوا ويتابعونا أكتر. بعدين عم نستعمل دايما الطريقة القريبة، ما فيها هيدا الفوقية، ما فيها هيدا النوع من التصنع، عم نكون كتير طبيعيين، فهن عم بحسوا حالهم قراب كتير من الأشياء اللي عم بيشوفوها على التلفزيون. يعني كأنه حسيت توني ومحمود بتعرفوا بعض من قبل مش من هون. خيي محمود. ايه؟ توني ربيان أنا وياك فرد حي فرد منطقة فرد زاروب بيتي وبيته الباب على الباب، أكل شارب نايم عنده ونايم عندك. موزيل أنا محمود ربياني سوا بيتنا على رأس النبع. يعني بيتنا مجبر بعض. هو ربيان عنا بالبيت وأنا ربيان عنده بالبيت. ألو. يعني محمود خيي ما خلفته أمي. My brother from another mother. ممتازة ممتازة، رائعة كمان، جمهور بعقل. يعني بتحس انه بدك تعرض، تحس انه لو في بعد مواد بتكفي، عرفت؟ الناس متعطشة ومبسوطة، ومش بس مش بس لبنانية، يعني جالية عربية كبيرة، فشيء كثير حلو. هلا اذا ربحت، اذا لنقول ربحت الرياضة، الحكمة شو رح تعملوا؟ اذا ربحت الرياضة كانوا نحن ربحنا. نعم والله العظيم محمود تعرف اذا انتوا ربحتوا اليوم، قول لولع ساعة ساسين بالفرقع وخلي صوت الفرقع يوصل لطريقة جديدة. وحياة الله شلتها من تنة. طوني اذا بتربحوا انتوا الحكمة والله العظيم بعمل له قطرة ومقدورة، بس راس النبع ساسين وولع كل انواع الفرقع والالوان، خليها تشكع تشكع بالسما كرمالهم. شفتي؟ شفت. مهضومين كتير، عباس راح وما أخذنا، تمنيت لو رحت معه. بس عرض ما في مثله. أكيد. لا تذهبوا بعيداً، إكسترا ما زال مستمرة. من تشيلي نستمتع بموسيقى هيب هوب لاتينية في إيقاعات إكسترا. قدمت عارضة الأزياء روزي نيلسون عريضة موقعة إلى البرلمان البريطاني تطالب بوضع قوانين تمنع وكالات عرض الأزياء من إجبار العارضات على أن يكن نحيلات للحصول على عمل. نعم، سبب الحملة هو أن نيلسون البالغة من العمر 21 عاما لم تستطع الحصول على عمل في وكالة لعرض الأزياء رغم استجابتها لطلب الوكالة بإنزال وزنها.
ورغم أن مقاسها يعني يعتبر ضمن المقاسات النحيلة، فالوكالة طالبتها ثانية بخسارة المزيد من الوزن للحصول على الوظيفة، وهو ما أحزنها طبعا، لأن الكثير من الفتيات أصبحن يلجأن لوسائل غير صحية لخسارة الوزن. في المقابل بدأنا اليوم نرى على منصات العرض عارضات على كراسي متحركة أو في عمر متقدم، دون أن ننسى مادلين ستيوارت الفتاة المصابة بمتلازمة داون والتي شاركت في أسبوع نيويورك للموضة هذه السنة. فهل تتغير مفاهيم الموضة؟ منال جوهر حاولت الإجابة على هذا السؤال في التقرير التالي. عندما نتحدث عن عرض الأزياء فإن هناك مفاهيم سائدة عن الجمال تسيطر عادة على تفكيرنا، أبرزها الجسم النحيل وطول القامة. لكن مؤخراً بدأنا نرى أشخاصاً بمواصفات عادية في حملات إعلانية وفي أسابيع الموضة العالمية. يبدو أن هناك تغييراً يحصل في عالم الموضة. هذا الأمر جعلني أتوجه إلى وكالة بريمير لعارضي الأزياء، وفي ذهني سؤال رغبت أن أطرحه على رئيسة مجلس إدارتها. هل يمكن أن أصبح عارضة أزياء؟ Everything's possible. كل شيء ممكن. أعتقد أن مهنة عرض الأزياء تغيرت قليلاً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحنا نرى فتيات على منصات العرض رغم أنهن لا يملكن مقومات العارضة برأيي. فالفتاة قد تكون قصيرة أحياناً، لكنها تملك الكثير من المتابعين على موقع إنستغرام، أو يكون والديها من المشاهير مثلاً، وهذا عامل جذب للمستهلك. ما الذي يجعل الفتاة عارضة أزياء؟ What makes a model? Well, أنا وكيلة عارضات منذ أكثر من 30 سنة، والعارضة تقليدياً يجب أن تكون طويلة ونحيلة. And skinny. مؤخراً اعتمدت حملة إعلانية ضخمة لأحد المحلات في لندن على عارضة محجبة هي ماريا إدريسي. Being a hijabi model definitely it's new to the mainstream world. كوني عارضة أزياء محجبة أمر جديد على عالم الموضة على المستوى العالمي، وهو يشكل تحدياً لأن الناس تتردد في تقبل كل ما هو غير معهود. كما أن وكالات عرض الأزياء تملك متطلبات محددة قد لا نتمكن كمحجبات من تلبيتها، لكنني أعتقد أن الاستعانة بعارضة محجبة تجعل دور الأزياء تتفهم أن هناك سوقاً كبيرة يجب التوجه إليها، وأن الاستعانة بأشخاص عاديين سيجذب هذه السوق. يبدو أن شروط الحملات الإعلانية تختلف عن شروط مصممي الأزياء. مصممو الأزياء لا يحبون العارضة ذات التضاريس الواضحة، لأنهم يعتقدون أن ذلك يلهي عن الزي، وهم يفرضون شكل العارضة التي يرغبون بها. كلما كانت الفتاة أطول، كلما شعروا أنها تمنح التصميم إنسيابية. بالنسبة للماركات التجارية، يحاولون ترجمة ما نراه في منصات العرض ويعدلونه للموسم، وهم يخاطبون الناس من كل الأحجام والأشكال، لذلك لا يريدون الفتيات الطويلات والنحيلات، وهذا ما يجعلهم يطلبون الفتاة التي يمكن للناس التماهي معها. فهل تنجح عارضة محجبة في هذا المجال؟
wearing hijab doing runway. ارتداء الحجاب والقيام بعرض الأزياء على منصات العرض أمر غير ممكن، فالحجاب يعني الحشمة، بينما التبختر على منصة العرض يتطلب لفت النظر إلى تفاصيل الجسم. وهناك مشكلة أخرى تكمن في أن العارضة المحجبة لن تتمكن من الحصول على مكان خاص بها لتبديل ملابسها، وهذا يعني أن المحجبة لن تتمكن من الاستمرار في هذا العالم إلا إذا كانت مستعدة للمساومة، وأنا غير مستعدة لذلك. الموضة تتغير وتتأثر بما يحصل حولنا، ويبدو أن المعلنين بدأوا يدركون أهمية أن يكون هناك عارضات أزياء من جميع الأشكال والأحجام، وهذا يعني أنني أنا قد أصبح عارضة أزياء في يوم من الأيام. لبي بي سي إكسترا، منال جوهر، لندن. تقرير منال جوهر. ويبدو أن الجميع الآن أصبح بإمكانه أن يصبح عارضة أزياء يا منال. سنعرف، ومعنا للنقاش حول مفهوم الموضة هنا وعما إذا كنت أنا أصلح أن أكون عارضة أزياء مسؤولة العلاقات العامة في إحدى شركات الأزياء كيرفي كيت، معنا هانا سيتشي. وهذه شركة خرجت عن المألوف واختارت عارضات ممتلئات القوام لعرض منتجاتها. هاي هانا. هاي. هل أصلح أنا أن أكون عارضة أزياء؟ You can be a model. Yeah, I think brands are changing how they're viewing things nowadays. There's different types of models, and I think that's what everyone's got to be aware of. Companies like Kirby Kate, who I work for, we're trying to break down barriers. We're opening it up to more people, and we actually let our customers model for the brand. So we've never used the typical professional model. We've always made our customers our models. So if you want to model for us, by all means. Brilliant. هل تعتقدين أن هذه موجة حالية وستنتهي لاحقاً؟ No, I think the world is changing actually. I think there's due to different factors. I think 100 years ago we were very different shapes, very different sizes, and brands are becoming aware of how our bodies have changed, that we're taller, that we're wider, our feet are bigger. So it's changing in all areas of the industry, I think. But also, I think a big factor is social media, and the fact that social media is putting so many different images in front of us now. So you're not just looking at celebrities in your newsfeed. You're not just, you know, picking up the newspaper and seeing a celebrity on the red carpet who's had hours of pampering and hair done and makeup and everything. We're now looking at everyday women picking their kids up from school, going to the gym, going on holiday in their bikinis, and everyone's kind of celebrating all these different types of images. So it means that, you know, an everyday girl like me who's, you know, working 9 to 5 all week, I put posters on their Instagram, for instance, and people can see those, and you build your own fan base. I call it kind of social celebrities. So the everyday woman is becoming the celebrity. ولكن يعني لماذا شركات الأزياء والمصممون دائما حريصون على إظهار هذه الصورة المثالية لعارضة الأزياء النحيلة الطويلة؟ I think it goes back to, again, years ago when it was easier to make patterns in those sizes, when they didn't have as much technology as they have today. When the people were smaller, like we were much smaller all over our bodies, women and men. So they were designing for this, and I think probably a bit of it is being stuck in a rut. And things have moved on, technologies have moved on, and it's the great thing about us today is there's so much diversity in all our shapes, in all the way we look, and again, this should be celebrated. So I think some people are kind of being a bit stubborn with not moving on. I think there can be changes. And you know, we've proved that. We, in our one size range, we have 96 different sizes, and we're saying to our customers, anyone who can fit in our sizes can model for us. And we're not saying, you know, there shouldn't be any skinny models, there shouldn't be any slim women, because it is about that diversity. So what we love about our lineup is showing all types of bodies and celebrating all women. I think there is this thing where it's kind of started to skinny shame, and that's not what we want to do. You know, some people are naturally thin, just as some people are naturally bigger. Some people have bigger breasts, some people have bigger bums. So it's about showing, giving everyone someone they can relate to. So myself as a curvier girl, I can look at pictures and think, okay, that's how that clothing or bra or, you know, dress would look on me. And I think that's what everyone needs to realize now, that there's so many different customers all asking for something different. هل المصممون
راضون عن هذه المسألة، عن تصاميم حديثة لسيدات ممتلئات أو لسيدات بقوام غير مثالي كما يمكن أن نقول في تصميماتهم الحديثة؟ Yeah, I mean, I suppose it is easier to do, but as our bodies keep changing, they're going to have to come to terms with the way we design and the way we look at each other as well. It's just going to continue to change, and our shapes are just going to change. I mean, our national, the bra we sell the most of is a 34G. Now, a lot of lingerie brands show bras on 34B sizes. Well, that doesn't relate to our customer, and it doesn't relate to what the national average is now today. So I think it is just change, and it's hard to do at first, I think. Technically, designing a bra for, we go up to a 40K cup. It's a feat of engineering because that's such a weight holding that breast up, but it is just about taking the time, I suppose, and there's costs to it as well, so it's difficult. But there's a lot of great clothing brands as well as lingerie brands out there who are dedicating time to making sure there is this diversity across sizes. أنا سيتشي من شركة كيرفي كيت، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا. شكرا. Thank you very much. والآن موعدنا مع إيقاعات إكسترا. إيقاعاتنا لهذا اليوم مع نجمة الهيب هوب التشيلية أنا تيخوس. أنا تيخوس عرف عنها غناؤها للنمط التشيلي الذي يمجد الجذور الهندية لهذا الشعب. Busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas vengo como un libro abierto ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra quien sabe cuidarla es quien de verdad la quiera vengo mis padres fueron والدي كانا من اللاجئين الذين فروا من الحكم الدكتاتوري في امريكا اللاتينيه. عندما كنت طفلة صغيرة كانت جميع أحاديثنا حول قصصهم تدور على طاولة الطعام. أنا نتاج تلك القصص، وبالتالي تؤثر بتكويننا ونظرتنا وفهمنا للعالم. Incluso la manera en la cual uno ve el mundo y la cual reflexiona con este mundo. La historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros. Vengo con las flores y los árboles asustados. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madre, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano. Vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Que vengo, mano, vengo como tú en busca de la huella de la pieza del árbol y de su corteza que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando venimos de la tierra lloramos con tal euforia y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. الأغنية التي نستمع إليها تدعى فانغو، تعد بياناً رسمياً حول إنهاء الاستعمار نتبناه كوسيلة للمقاومة. الأغنية عن الهوية وليست عن الوطنية السطحية، الهوية بمثابة العمود الفقري، فهي تتيح للناس فهم فكرنا، الهدف الذي ننشده وطريقة الوصول إليه. sino que también entender dónde vamos y cómo queremos ir también. Chile es un país, una tierra. Chile بلد الحنين للماضي، فهو مليء بالكتاب والشعراء والفنانين العظماء. مر بالعديد من الآلام، وما زال فيه الكثير من الجروح المفتوحة. فهناك قدر كبير من الظلم ينتظر الحل. الناس مثقلون بالأحزان، وهذا يعكس من نحن وحالنا.
انتهت حلقة اليوم. شكرا للمتابعة، لقاؤنا معكم بعد أسبوع. Abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quién sabe cuidarla es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto, despertar el ojo ciego sin miedo. Tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra labrada, vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles asustados, vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madre, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Que vengo, mano, vengo como tú en busca de la huella de la pieza del árbol y de su corteza que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando venimos de la tierra lloramos con la euforia y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar.